خذوا المبادئ الاستضافه هذه. فكما كنعرف جديد الجميع، فهذا اول مولود، مولود جديد في العيش اللي هو جمعيه الشباب العلاش الالعاب القوى، هذه اول تظاهره ننظموا. الحمد لله فالسباق دات على احسن ما يرام، مشاركه ان لم اقل عالميه فهي كانت وطنيه، بمشاركه يعني بطل المغرب بطوله العاب الوظيفي 2018 في العيش، والوصيف حتى هو كيمشارك معنا. فالمستوى يعني كان قوي قوي، والتنافس كان على اشد حتى المراحل الاخيره. الحمد لله بفضل يعني المنظمين اللي تساعدوا معنا، المسؤولين والقوات المساعده وللام، الحمد لله السباق على احسن مستوى. المشاركه شحال كان عدد المشاركين؟ تقريبا لا يناسب 500 عداء اللي كانوا مشاركين من جميع الفئات. لا من كشاكين، بعد السباق بديناه وبنينا على اساس شبان وفتيان. يعني كأول سباق يعني عدو الريفي، شنو هو التقييم ديالكم للمستوى التقني للتظاهرة؟ صراحة هو أول تظاهرة بالنسبة لنا إنجاز كبير، حيت هذا المستوى التقني والإنجاز ديالنا رغم الإمكانيات اللي عندنا، فصراحة الحمد لله كنشكروه، وكنتمنى أن تكون هذه غير البداية ومازال خير قدام. وشكرا. المستوى الممارسة يعني تراجع لاحظي شحال يعني نقول لك، مدينة العائش فهي مدينة الأبطال، لكن المسؤولين ديال المدينة هذه صعب بكل صراحة ما كيهتموش بهذا الأبطال. فمدينة العائش فيها أبطال والطاقات وخصها اللي يهتم بهم ويكون بهم. فاحنا هذه الحلبة هذه يعني حاولنا أن نحيوا هذه الغابة الأولمبيكا. هذه الأبطال المدينة ما كيهتموش في التريني وما عندوش المتنفس، فنتمنى أن في حلبة الأولمبيكا تعيد بحلة جديدة. نعم، على مستوى العمل القاعدي ديالكم أنتم شنو الممارسة اللي كتبوها؟ كما قلت لك حنا يعني ماشي جدادين في الدومين، فاحنا كنا عدائين سابقين كنخدموا في أندية أخرى. فهذه النادي هذا إن شاء الله ولا الجمعية كنتمنى أنه يعني تكون هي واحد النتيجة للحوايج اللي اكتسبناهم من أندية أخرى، ويكون هذا النادي في أعلى مستوى.